نشوف تقرير كده من بعض طلاب الثانوية الأزهرية عن مشكلتهم، ثم نعود إليكم مجددا. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، معالي الأستاذ الدكتور محمد الضويني، معالي الأستاذ الدكتور أيمن عبد الغني، حفظكم الله جميعا أساتذتنا الكرام معلمينا الأفاضل. أنا دلوقتي جاي أتكلم بس في موضوع حضراتكم مش عايزين تردوا علينا فيه. دلوقتي حضرتك امتحان الفيزياء اللي عدى فيه 3 أخطاء والمدرسين طلعوا اتكلموا عليه، حضرتك ليه مش عاوز ترد عليا؟ ليه القطاع مش عاوز يطلع يتكلم في الموضوع؟ احنا كطلبة عملنا هاشتاجات على الفيسبوك، الإعلام طلع يتكلم وقال يا جماعة في أخطاء في امتحان الفيزياء، دول حوالي 3 أو 4 درجات أو 5 درجات. تعال نتكلم عن امتحان الأحياء اللي كان مهزلة، إن هو أكثر بقى من الفيزياء، اللي تقريبا كتير من معلمين الأحياء طلعوا اتكلموا على الامتحان، وبرضك يا فندم طلع فيه أكتر من 4-5 درجات، بتكلمني حضرتك في حوالي 2%. أنا ذنبي إيه إن أنا أشيلهم؟ إيه ذنبي أنا كطالب إن أنا أتحمل 2%؟ أنا لا أتحمله، أتحملهم ليه؟ دلوقتي الوزارة لما نزلت امتحان فيزياء كان فيه أخطاء في نفس اليوم، منحوا الدرجة منحوا الطلاب 7 درجات. طب ليه سيادتك متعمد إنك ما تردش عليا؟ يعني الطالب اللي هو مفحوط من أول السنة جايب 18 مادة يذاكر ليل نهار وشايل الهم وبيعلي مستوى، يعني بيذاكر كمان أسئلة عالية نسبة الامتحانات اللي انتوا جبتوه، وفعلا بالفعل جات أسئلة امتحانات من السنة دي 24 مخالفة لكل اللي فات، أسئلة مستويات ما شاء الله كويسة يعني عالية، المفروض لو تبقى لكل سنة بتيجي أقل من كده بكتير. ما عندناش مشكلة في الصعوبة، إنما عندنا مشكلة في الأخطاء، عندناش مشكلة في الصعوبة بس عندنا مشكلة في الغش. اللي حضرتك النهارده التليجرام بقى في شاومينج عند الازهر، يعني انا مش متخيل الشاومينج كان في ثانويه عامه، انما ثانويه ازهريه عنده كمان، هو كمان تسريب ازاي؟ يعني انا مش مصدق، اول ما شفت الموضوع ما اقتنعتش بيه، ان الازهر بيسرب امتحانات، الازهر الشريف اللي احنا بندرس فيه العلم والدين بيسرب الامتحانات، انا مش متخيل المنظومه ماشيه ازاي. يعني انا اتمنى حضرتك دلوقتي يعني تنتبه لهذا الموضوع، بتصعب عليا الامتحانات ما قلناش مشكله، انما حاجه يبقى فيه غش وناس نلاقيها بقى طالعه في التنسيق فوق خالص، طب انا كده اروح فين؟ انا افضل طول السنه اذاكر وفي الاخر الاقي واحد كان بيغش اعلى مني وانا ما اخش الكليه اللي انا عاوزها، ايه ذنبي؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك ليه ما بتردش على الطلبه؟ فاكسات وصلت للقطاع، استاذ الدكتور ايمن عبد الغني رئيس القطاع يا ريت حضرتك ترد علينا، الفاكسات وصلت للقطاع، المدرسين الازهريين جميعهم على اليوتيوب اتكلموا، يعني تقريبا انا مش عاوز اعد تقريبا حوالي اكتر من 20 مدرس طلعوا اتكلموا عن الموضوع، والموضوع فيه اخطاء والموضوع فيه صعوبه والموضوع فيه وفيه وفيه، ومع ذلك ما فيش حد بيرد ولا عاوز يرد على الصفحات بتاعه القطاع نفسه، ما حدش عاوز يرد على حد. سيادتك ليه مش عاوز ترد؟ ليه مش عاوز تطلع تتكلم عن الموضوع تقول حاضر هنطمن الطلبه؟ احنا ذنبنا ايه؟ ولا علشان هم الثانويه عامه لما بيحصل حاجه لازم نطلع نعمل في الشارع يعني شو كده؟ يعني احنا ما تعودناش على كده، ما تعودناش احنا نصيح، احنا ما تعودناش احنا نصيح، ولكن دلوقتي جه الوقت فعلا ان احنا يعني انت حطتنا في امر واقع، انت حطتنا في امر واقع ان احنا نطلع نعمل كده. يا ريت سيادتك ترد علينا علشان الموضوع فعلا بجد مؤثر من ناحيه الغش ومن ناحيه الاسئله الغلط، يا ريت يعني. انا عبد الرحمن عثمان، طالب في الصف الثالث ثانوي الازهر. طبعا انا زي الاف الطلاب اللي اتصدموا الامتحانات السنه دي ونظام الاسئله المختلف والصعب وغير المعتاد على عكس السنوات السابقه، بالاخص امتحان الفيزياء. امتحان الفيزياء اللي جه تقريبا شبه امتحان الثانويه العامه، افكار مختلفه، اسئله مختلفه على عكس امتحانات الازهر او عكس نظام الازهر. امتحان الاحياء جه فيه اخطاء، جه فيها اسئله من خارج المنهج، وعارفين طبعا الاحياء غير تراكميه، فاسئله مش مطالبين بيها ومع ذلك جات لنا في الامتحانات. نظام الصعوبه السنه دي كل الطلبه بتشتكي من الامتحانات السنه دي، حتى امتحانات العرب والشرع اللي هم تقريبا بيجوا مباشرين جايين صعبين وجايين فيهم لف ودوران وحاجات في منتهى يعني الصعوبه يعني. فاحنا بنناشد المسؤولين الازهر والمستشارين، يا جماعه ارحمونا، احنا مش حمل، احنا عندنا 19 ماده، مش حمل ان احنا نروح امتحانات بالشكل ده. حتى لما بنيجي نتكلم محدش بيسمع صوتنا. امتحان الثانويه العامه الفيزياء لما جه صعب قلب الدنيا، عمل ضجه كبيره، لكن احنا محدش سمع صوتنا، مع ان امتحاننا تقريبا كان شبه امتحانهم بالظبط، بس مع ذلك محدش سمع صوتنا. احنا لما نيجي نقارن نفسنا بالثانويه العامه، احنا عددنا جنب الثانويه العامه تقريبا عدد لا يذكر، بس مع ذلك يا جماعه احنا شباب وعندنا احلام، عندنا كليات عايزين ندخلها، عندنا اهل في البيت مستنيين نتيجتنا، يعني لازم صوتنا يتسمع.
يعني مش عارفين نوصل صوتنا لمين. يعني يا جماعه ارحمونا، يا جماعه هاتوا الامتحانات يعني في المتناول. طيب طب الدرجات او الاسئله الخطا ديت اجبرونا فيها، يعني اعملوا اي حاجه تصرفوا، احنا كده بنضيع. انا حرفيا احنا كده بنضيع. يعني امتحان الفيزياء او ماده الفيزياء اللي بيذاكرها من اول يوم في السنه لحد يوم الامتحان بيتمنى ان هو ينجح فيها اصلا بالعافيه. ايه اللي وصلنا لكده؟ طيب يعني ده امتحان عكس سلوك الازهر في الامتحانات. امتحانات اسئله اصلا حلنا في امتحان السنوات السابقه اسئله غير متكرره، غير معتاد عليه. فيا جماعه شوفوا لنا حل، احنا بنضيع مش عارفين احنا بنعمل ايه. صوتنا توصلوه مثلا للمسؤولين، تصرفوا يا جماعه، احنا مظلومين والله. احنا عندنا 19 ماده، بتاع الثانويه العامه عنده مع احترامي طبعا ليه عنده 7 مواد. يعني لما امتحانه يجي صعب مقارنه بعدد المواد اللي عندهم ماشي ما نزعلش، لكن امتحاننا لما يبقى عندنا 19 ماده وامتحاننا يجي بالشكل ده، احنا يا دوب على ما بنروح اصلا من الماده، على ما بنبدا اصلا نتعافى من الصدمه اللي كنا فيها في الامتحان ونروح نذاكر الماده اللي بعدها بنكون ضيعنا اليوم. يعني ده مش حل. احنا نفسيتنا تعبت واعصابنا تعبت واعصابنا باظت، مش عارفين نحل ومش عارفين نركز في المواد اللي جايه، مش عارفين نعمل اي حاجه. فيا جماعه بالله عليكم يعني حاولوا تتصرفوا تحلوا لنا المشكله دي. طبعا يعني لو نقلنا صوت كل طالب في الثانويه الازهريه مش هتكفينا الحلقه دي ولا سلسله من حلقات من الحياه، لكن حبينا ان احنا نعرض اراء الطلاب فيما يتعلق بامتحانات الثانويه الازهريه وايه مشكلتهم تحديدا كي نناقشها على طاوله من الحياه في هذا اللقاء.